أعلنت دبي القابضة عن الفائزين في تحدي الاستدامة العالمي الذي أطلقته بعنوان ابتكر من أجل الغد. وكان التحدي قد تلقى 150 طلبة مشاركة من جميع أنحاء العالم، حيث تنافس المشاركون على تطوير حلول قائمة على إحداث الأثر لمعالجة قضايا الاستدامة الملحة في دولة الإمارات. وفاز بالمركز الأول للتحدي فرانك كاتولاتي من شركة أوثالو للنرويج عن حل إعادة تدوير البلاستيك لصنع المنازل بفرصة ممولة لتطبيق الحل الفائز من خلال مشروع تجريبي مع دبي القابضة تحت إشراف متخصصين من أفضل خبراء المجموعة. وسيستفيد جميع المتأهلين الخمسة من شبكة الدعم الواسعة التي توفرها دبي القابضة وفرصة تقديم عروضهم أمام مجموعة من المستثمرين المحتملين، حيث استقطب تحدي ابتكر من أجل الغد مشاركات من 31 دولة حول العالم، 68 منها لشركات تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها. الحلول المقدمة بتكون من ضمن نطاق أهداف التنمية المجتمعية 12 بالضبط، اللي هو الاستهلاك المسؤول. نفخر برعاية وإطلاق هذه التحديات لتشجيع الشركات الناشئة على الابتكار في مجال الاستدامة والحلول للمشاكل الموجودة في دولة الإمارات وعالمياً.